مرحبا، أنا ميشيل نجيم وهذا برنامج ثلاث مسلسلات. هالبرنامج رح يطل عليكم عبر إنما أرابيا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ومن خلاله رح أعرفكم بكل حلقة على ثلاث مسلسلات عربية قديمة، مسلسل لبناني، مسلسل سوري ومسلسل مصري. كلهم بيجمع بيناتهم أنه هن منتجين بين 1965 وال 2010، وهالمسلسلات كلها متوفرة مجانا على يوتيوب وفيكم تشوفوها بأي وقت تختاروا. المسلسلات الثلاثة يلي رح نحكي عنهم اليوم هن نزار قباني، 10 عبيد صغار، وأبدا لن أموت. إنما قبل ما بلش أحكي وخبركن عن هالمسلسلات، بطلب منكن أنه ياريت تعملوا سبسكرايب على قناة إنما أرابيا على اليوتيوب، وتعملوا لايك لصفحة إنما أرابيا على فيسبوك، وصفحتنا كمان على إنستغرام. منبدأ الحديث بالمسلسل الأول نزار قباني. هو من إنتاج 2005، عدد حلقاته 30. من وقت الإعلان عن تصوير هالمسلسل يلي بيروي سيرة حياة الشاعر الراحل نزار قباني، رفضوا أبناء المشروع وأثيرت أزمة حول إنجاز العمل. وبعد عرض العمل للمرة الأولى أثار انتقادات تتعلق بعدم تناوله لكل مراحل حياة نزار قباني أو تصويره كزير نساء. الناقدة المصرية ماجدة خير الله دافعت عن المسلسل وقالت: كان الهاجس الأعظم في حياة نزار قباني كيف يحول الحب إلى فكر جديد هو مبدعه ومنهج حياة هو رائدها. كان يعشق المرأة ويحترم حريتها في الحب والاختيار. وبتلفت أنه أحداث المسلسل بتبدأ بسنوات الطفولة يلي شكلت وعي وإدراك الطفل نزار قباني. وبتضيف الناقدة خير الله: بعض منا كان يحب أشعار نزار قباني ويتابع بعض الأغنيات المأخوذة عن أشعاره، ولكن متابعة المسلسل قد تدفعك إلى عشق هذا الرجل من خلال الرجولة والرقة والحدة أيضا، وهو يلقي الشعر بأسلوب فريد في العذوبة ويمتاز بصوت رخيم مؤثر. هالعمل كان من إخراج باسل الخطيب ومن كتابة أمر الزمان علوش، وقام بدور نزار قباني بشبابه الممثل السوري تيم حسن، وأدى دوره بشيخوخته سلوم حداد، وشارك بالعمل أيضا أسعد فضة، صباح الجزائري، قمر خلف. ومنلفت أنه قامت بغناء شارة المسلسل الفنانة السورية أصالة مصري. المسلسل الثاني هو المسلسل اللبناني 10 عبيد صغار، من إنتاج سنة 1974، وعدد حلقاته 13. بالعام 1973 لما قدموا المسرحيين أنطوان ولطيفة ملتقى مسرحية 10 عبيد صغار على خشبة مسرحهم، لقيت المسرحية نجاح غير متوقع، فقرروا أنه يحولوها ويقدموها لنسخة تلفزيونية، وهيك بيقدر الجمهور العريض أنه يشوفها. فضلوا أنطوان ولطيفة ملتقى أنه يشتغلوا مع فريق من الطلاب والخريجين من معهد فنون الجميلة ليمثلوا بالعمل بدل ما يلجأوا لنجوم هديك الفترة. ومن يلي مثلوا معهم بالعمل: كميل سلامة، ناجي معلوف، أرلات حتشيتي، فايق حميسين، وهاد عون، جوزيف أبو عيد، ميشيل بطرس، وسميحة شقوتي. القصة هي لأغاتا كريستي بالأساس، عملت لها السيناريو والحوار لطيفة ملتقى، وأخرجها أخرج النسخة التلفزيونية جان فياض. بتدور أحداث القصة بقصر فخم معزول على جزيرة نائية ما ممكن لحدا يوصل له، وبدعوة من مجهول بيجتمع بالقصر 10 غرباء من خلفيات وأعمار ومناطق مختلفة. بيبدأ المسلسل بثلاث مفاجآت بتضرب النزلاء دفعة واحدة. أول مفاجأة هي غياب صاحب القصر وظهور تسجيل صوتي لإله بيكشف فيه الجرائم يلي اقترفوها الزوار بحياتهم. تاني مفاجأة هو أنه ما رح يكون بإمكانهم مغادرة الجزيرة لعدم وجود قارب بقلهم لليابسة. أما المفاجأة الثالثة فهي لوحة علقت بصالون القصر وبتتضمن كلمات أغنية 10 عبيد صغار، ويلي بتتحدث عن موت كل واحد منهم واحد ورا الثاني. إذن هيدا مسلسل 10 عبيد صغار يلي أنتج بال 1974، وإذا بتتذكروا من كم سنة بفتكر بال 2015 نعملت منه نسخة جديدة من 30 حلقة، إنما ما نالت النجاح نفسه. المسلسل الثالث والأخير يلي رح نحكي عنه اليوم هو المسلسل المصري أبدا لن أموت، مسلسل من إنتاج 1969 بالأسود والأبيض، عدد حلقاته 10. حسين ذهني موظف بأحد شركات الكيماويات بيحاول سرقة الشركة مضطرا بعد ما تمرض بنته سعاد مرض شديد وما بيقدر يتحمل تكاليف العملية. وأثناء هروبه من الشركة يصاب بإيده وبيتلوث الجرح بمرض خطير وبيتسبب بنقل العدوى لكل شخص بيقترب منه، فبتضل الشرطة تبحث عنه من دون جدوى، وبيتعرف على صحفية بتحاول تساعده بحل المشكلة. هالمسلسل هو من إخراج نور الدمرداش، ومن المسلسلات يلي أخرجها السقوط في بئر سبع، أم البنات، زينب، عاشت مرتين، أصيلة، ولا يا ابنتي العزيزة. العمل من تأليف نبيل عصمت، ومن المسلسلات يلي ألفها
مخلوق اسمه المرأة، اليقين، الزوجة أول من يعلم. وهالعمل من بطولة عزة العلايلي، نبيل عبيد وعماد حمدي. من المسلسلات يلي مثل فيها عزة العلايلي كارنتينا، أمانة يليل، والمهنة طبيب، إضافة لعائلة الديناصورات، المتهم البريء، وشيء في صدري. أما المسلسلات يلي طلت فيهم نبيل عبيد فمنذكر منهم العمة نور، الوليمة، كيف تخسر مليون جنيه، وأشياء لن ننساها، ومفتش المباحث. أما عماد حمدي فظهر بمسلسلات مثل من الجاني، في مهب الريح، عنترة، لقيطة، أم العروسة، والشاطئ المهجور. هيك بتكون انتهت حلقتنا الأولى من برنامج ثلاث مسلسلات. بتمنى تكون نالت أعجابكم، وإلى اللقاء بحلقة جديدة.